صاحب الهدف سفيان أو هشام بو سفيان الذي كان صاحب هدف الفوز لفريق الوداد الرياضي. هشام هنيئا لكم انتصار اليوم، لكن يبقى انتصار صغير والحسم سيكون في مباراة العودة. وهو انتصار مهم ضروري في مباراة هنايا، ما كانتش سهلة، ضمننا الماتش 90 دقيقة، ولكن المهم هو أننا نمشيو لتما ونحققوا نتيجة مزيانة ونجيبوا التأهل إن شاء الله. أين كانت صعوبة المواجهة اليوم أمام الترجي؟ قناة وداد وينرز. والترجي كانوا كيلعبوا على الكونتر اتاك، كيخليونا نلعبوا كيتسناو لاباس انها تضيع ومن بعد كيديروا الكونتر اتاك ديالهم. هذا هو اللي كان لورغانيزاسيون ديالهم باش يقدروا يسجلوا علينا، ولكن حنايا كنا عارفين هذا الشيء ووجدنا مزيان لهذا الشيء، والحمد لله اننا درنا نتيجه مزيانه. ماشي سهله انك دير هنايا 1-0 وتماركي، لانهم كانوا واقفين تا هما مزيان والحمد لله. شكرا لك هشام بو سفيان.